من المواد اللي استحدثت ايضا وطرحت مؤخرا سواء من المؤسسه الدينيه او تناولتها الدراما المصريه فكره ان بعد عدد سنين معينه من الزواج لو حصل طلاق يحصل ما يسمى باسمه الثروه او ما سمي في الفقه الاسلامي بحق الكد والسعايه. البعض شايف انه يقتصر على حاله العمل المشترك بين الزوجين في تكوين الثروه، والبعض شايف ان مجرد مشاركتها في تربيه الابناء وتوفيرها الجو مناسب للاب ده يديها الحق في كده، وان الحرام الفعلي هو ان الزوجه بعد سنين الجواز الطويله جدا تلاقي نفسها في الشارع بلا ماوى او حتى مفيش دخل يكفل لها حياه كريمه. لما يكون للمرأة الحق في أنها تدير حياتها مالية أو لها أنها تدير هذا الكيان اللي ما بين زوج وزوجة عشان يوصلوا بأسرة كريمة تفضل هي شغالة طول العمر، إذا كان بتشتغل أو تشتغل في البيت، ما هي ما تشتغل في البيت هي تشتغل بلا أجر، ولكن أجرها فيما يكونه الزوج نفسه، وبالتالي من حقها أنها تأخذ على ما يتم الاتفاق عليه إذا كان مناصفة أو نسبة، ما مش لازم يبقى بالضبط، يعني ممكن يكون 30% 20% 60%. الحاجة التانية، مش يمكن هي اللي مكونة الأسرة، عفواً المال ده هي اللي عاملة المال ده، يعني ما هو الزوج برضو حقه في هذا الاقتسام، ما تم تكوينه في أثناء الزواج يقتسموا ما بين بغض النظر مين صاحب البنية، لأن هما الاتنين بنوا. هل دي هتستلزم بقى شهادة ذمة مالية عند الزواج، كل واحد يقول معاه كام ودخل الجوازة دي معاه كام وفي آخرها بقى معاه كام؟ والله ده المفروض يكون موجود طبعا طبعا. لا ما تقتسميش الثروة، ده أنا شايفاه بيتنافى مع الشرع وبيتنافى مع حاجات كتير وقت الطلاق، أنا ضده تماما، ما أعرفش ده وجهة نظري أنا، شايفه ان الست تاخد نفقه لاولادها. انا لا يعني حاجه برضو افرضي ست ما خلفتش وقعدت مع الراجل ده 20 30 سنه تشقى معاه وفجاه قرر يطلقها لسبب ما، يبقى تاخد تعويض في يبقى لا لا ما عنديش مشكله ان في الحالات اللي زي دي انها تاخد تعويض معين، بترفع عليه دعوى عن التعويض الضرر النفسي او المادي اللي ألمني بيها. يعني مثلا ممكن هقول لحضرتك على حاجه، امتى اعتبر ده شكل عادل جدا للقانون، ان انا اقول ان الست دي ما كانتش بتشتغل عشان لخدمه الراجل ده تخلت عن احلامها وتخلت اطالب بالتعويض. يعني زي مثلا يقول لك ايه في موضوع الشبكه، انها ملزمه ترد الشبكه بس ممكن ترجع عليه بالتعويض، يقول لك يعني الست ترجع عليه ايه لو هو سبب لها اضرار ماديه او معنويه او هترفع عليه تعويض. هي كده انا ناخد نفس الصيغه. تعويض لكن اقتسام ثروه لا 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 اقتسام ثروه لا لا انا ضد الشرع. مش من الظلم الشديد إن ست تعيش مع راجل لمدة 20 سنة خد زهرة شبابها، خد صحتها، ربت له عياله، عمل ثروة في حياتها في وجودها في جو محترم هي عملته له في البيت، كانت بتدفعه دائما للأمام، هل مش من حقها بعد ال 20 سنة دول إن هي تقول أنا ليه حق في اللي أنا كونته؟ وليه دايما بنفترض السيناريو بتاع الراجل الجبار اللي عايز يرميها في الشارع ويروح يتجوز عليها؟ ممكن هي ست أخلاقها في المعاملة والعشرة مش كويسة، هو عايز يروح يختار حد أكثر هدوءا منها، ليه دايما مفترض إن هي الجانب المظلوم؟ يعني خلينا نقول انه في النهايه مش هنقول هي الظالمه ولا المظلومه، لكن الحق اولى ان يتبع. الحق ايه؟ ان هو بالفعل عمل ثروته في وجودها ولا لا؟ احنا مش بنقول ثروته قبل الزواج، احنا بنقول في وجودها وهي موجوده معاه في البيت، ايا كانت مين فيهم او ايا كان مين فيهم الظالم في اللحظه دي او ايا كان مين فيهم، خلينا نستخدم مفرده المقصر هتبقى يعني اضبط او منضبطه اكتر في العلاقه بين الزوجين. يعني في النهاية هي ليها حق، خلاص احنا مختلفين، حضرتك عايز تروح تتجوز واحدة تانية اتفضل، عايز تسيبني برضه اتفضل، لكن ما ينفعش بعد 20 سنة زواج أو 30 أو 40. طب لو 5 سنين زواج؟ لا طبعا يعني 5 سنين تأكيدا هتبقى لسه موجودة في عز شبابها، تقدر لسه تكمل إذا في دراسة تقدر تكمل، إذا في عمل هتقدر تروح له، تقدر تطور حياتها، تقدر تبدأ من جديد، لكن احنا بنتكلم على الست اللي قضت زهرة شبابها. يعني حضرتك بتفترض ان حق الكد والسعايه يرتبط بالمراه اللي عدت عدد سنين زواج معين؟ طب اولا عدد سنين يعني لازم يكون في لجنه هي المختصه بتحديد هذا الامر، ما ينفعش يكون نص مصمت، لان كل حاله على حده ليها ظروفها، يعني مثلا الست عدد السنوات اشتغلت ولا ما اشتغلتش، كانت قاعده في البيت ولا لا، سابت ايه من مستقبلها، عندها ثروه هي كمان كونتها بعد الزواج ولا لا، ما دي برضه حاجه مهمه لابد من اخذها في الاعتبار. اقتسام الثروه بين الزوجه والزوج بعد؟ لا طبعا لا لا مش ليه، يعني انت شقيان طول عمرك وانت داخله لا لوراكي ولا قدامك،
وانت عشان جبتي مني عيل ولا عيلين هتاخدي اللي ورايا واللي قدامي؟ مفيش حاجه اسمها تاخد جزء من ثروته. ربنا حسم هذا الامر ومتعوهن، ربنا قال كده، متعه لها نفقه متعه عن انها عاشت معاه قد ايه. اما بقى حته النهارده خلاص وانت عايشه يا بابا من غير ما احنا ندخل قانون الاسره، قانون الاسره والا بقى نسميه بقى بعد كده بقى قانون الشركات المساهمه او شركات التضامن، مش قانون الاسره. ايه دخل قانون الاسره باقتسام ثروه الزوج او خلافه؟ وانت عايشه معاه افتحي لك حساب في البنك وحط فلوسك فيه، بتشتغل وحط فلوسك فيه وهو يحط فلوسه. لكن ما تجيش تقولي لي بعد ما يموت اقتسم ثروته. تقتسم ثروته يعني ايه تقتسم ثروته؟ لو متجوز اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، انتوا الاربعه المطلقات او خلافه تقتسموا ثروته واهله يا مؤاخذه بقى يطلعوا بالصابونه؟ هو ده امر؟ انت اصلا ليك نفقه متعه، وبعدين انت بتعمل ضغينه وخلاف وشجار بين اتنين زوجين عايشين مع بعض. لما تيجي النهارده هو يعرف كده هيبدا من يتحايل، واي فلوس يكسبها يحطها بعيد عنها ويحطها مش عارف في حساب لوحده، يهربها باسم حد تاني، يقول لك الصبح لما تتطلق ممكن مش عارف تاخد مني. قصه طويله. اللي بيطلقوا بيقتسموا ما جنوه سوا، لان هم عملوه مع بعض حتى لو هي مش بتشتغل. ما هي عملته بان هي بتربي الولاد وبتراعيه نفسيا بتدير بيته، عشان كده هو بيعمل فلوس. لما يجي يمشي ما بتبقاش فلوسه لوحدها لوحده. النهارده ان انا الزمك بتعويض على انك انت طلقت مراتك سنه الله ورسوله، انا عايز افهم. وبعدين انا عايز افهم، هو النهارده كل ست جوزها اتجوزها خلاص مقطوعه من الاهل؟ يعني انا عايز افهم، جايبها من هو من تحت الكوبري عشان يتجوزها وبعد كده خلاص رماها مش هتلاقي لها اهل؟ في الحاجات دي كلها المفروض النهارده انا عندي بنت في البدايه هاجي اتجوز ليا ان انا اضع من الاليات هذا الامر، وده بيتم بوجود دلوقتي. ما تخسروش. عندها 60 70 سنه وفجاه جوزها طلقها، اكيد اهلها معظمهم ماتوا، هتروح فين؟ وطيب انت بتدور على الجزئيه دي، حلوه قوي جميله قوي. طب والنهارده والزوج اللي اتجوز وحط كل ثروته في شقه ومراته خلعته الصبح بلا سبب وخدت الشقه، تجيب له شقه منين؟ عالج لي دي وانا عالج لك دي.